أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس نصوص بعنوان رسالة إلى ابني. طبعا كما تلاحظون هو نص نثري. هيا بنا نبدأ بتعريف كاتب النص. دكتور فاخر عاقل هو كاتب ومؤلف سوري، ولد عام 1918، عين أستاذا لعلم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ببيروت، ثم أستاذا لعلم النفس، ومنح وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية بسوريا. من مؤلفاته أصول علم النفس التربوي وتطبيقاته، علم النفس وعلم التكيف البشري، رحلة عبر المراهقة، سلوك الطفل. توفي عام 2010. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف مضمون النص. الكاتب هنا بيعرض تجاربه اللي مر بيها وبينصح بها مين؟ وبينصح بيها ابنه. كمان اتكلم عن نقطة تانية، وهي أهمية التمسك بسلاحي العقل والحرية لمواجهة مشكلات الحياة. يوضح مفهوم الأخلاق، وهي ليست أوامر وقواعد ولكنها عقيدة وإيمان. شوف النص. يا بني لقد منحك الخالق عز وجل عقلا وأعطاك حرية، ثم قال لك خذ معركة الحياة، فلماذا تتخلى عن هذين السلاحين الماضيين؟ لماذا تعطل عقلك وتتنازل عن حريتك وتترك نفسك ريشة تتقاذفها عواصف الحياة ورياح الصدف؟ أفد من عقلك في صياغة أهدافك في الحياة، واحرص على حريتك في اختيار طريقك فيها، واجتهد في سبيل ذلك ودافع عنه. دي الفقرة الأولى من درسنا. قبل ما نشرح الفقرة بتاعتنا هنتناول اللغويات في شكل سؤال وإجابة. منحك، منحك الله، منحنا الله عقلا. معنى منحك؟ جميل. وهبك. معنى كلمة خض؟ خض معركة الحياة. هل معناها شارك أم اقتحم أم واجه؟ جميل، معناها اقتحم. فلماذا تتخلى؟ معنى تتخلى، تخليت عن الخطأ. معنى تتخلى، تترك. عن هذين السلاحين الماضيين، سلاحين ماضيين، هذا سلاح ماض. الماضيين، الحدين، القاطعين، كلاهما صواب. ممتاز. جمع كلمة الماضيين، جمع كلمة الماضيين المواضي، الماضيين المواضي، ريشة تتقاذفها. المراد بكلمة تتقاذفها في هذه الفقرة، ترميها، تعبث بها، تلقيها. يقذف معناها يرمي أو يلقي، لكن المراد بها في الأبيات طبعا، يعني نركز بين كلمة المراد وبين المعنى. فالمراد بكلمة تتقاذفها أي تعبث بها. أفد من عقلك، أفد معناها أفد من عقلك، استخدم عقلك، إذا معناها انتفع. في صياغة أهدافك، صياغة المراد بها صناعة أم تحديد أم تشكيل، ونركز في كلمة المراد. ممتاز. معنى صياغة هي صناعة، لكن المراد تحديد. نبدأ بشرح الفكرة ونشوف الرسالة اللي بعتها فاخر عاقل لابنه. يخبره في بداية الرسالة، يقول له لقد وهبك الله يا بني سلاحين. فما السلاحين؟ العقل والحرية. تعرفون يا طلاب الأعزاء، ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الإنسان والحيوان بشيئين، العقل والحرية. إيه السبب؟ العقل عشان نقدر نفكر ونعرف إيه الصح من الغلط، والحرية علشان نقدر نختار الطريق اللي إحنا نمشي فيه، وفي النهاية إحنا هنتحاسب على اختيارنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وهبنا سلاحين في غاية الأهمية، هما العقل والحرية. فنصح الشاعر ابنه بأن يلتزم بهذين السلاحين. لماذا؟ لأنه إذا خاض معركة الحياة بالعقل والحرية سيستطيع التغلب على مشكلات الحياة. فتعجب الأب من ابنه ويقول له
لماذا تتخلى عن هذين السلاحين؟ السبب في مواجهة مصاعب الحياة، فلا تتخلى يا بني عن عقلك وعن حريتك، بل استفد بهما في التغلب على مصاعب الحياة. والسبب بأن العقل به نحدد أهدافنا في الحياة، فائدة العقل نحدد به أهدافنا في الحياة، وفائدة الحرية هي التي تجعلنا نختار الطريق الصحيح الذي من خلاله نحقق هذه الأهداف. ولكن يا بني، عليك بالاجتهاد لتحقيق أهدافك والدفاع عنها أمام أي عائق. هذا هو يا أعزائي الطلاب شرح فكرتنا الأولى. ننتقل إلى الأسئلة. أنعم الله علينا بسلاحين، فما هما؟ فكر شوية. السلاحين هما نعمة العقل والحرية. السؤال الآخر، ماذا يحدث إذا عطلنا عقلنا وتنازلنا عن حريتنا؟ لصرنا ريشة تتقاذفها مشكلات الحياة والصدف. لماذا حرص الكاتب على ذكر العقل والحرية تحديدا؟ ليه يا أعزائي الطلاب؟ لأنه بالعقل نصوغ أهدافنا في الحياة، والحرية هي حريتنا في اختيار طريقنا. ننتقل إلى مواطن الجمال، وستكون على هيئة سؤال وإجابة. أي بني، أي هي أداة نداء، إذا استخدم الشاعر أداة النداء لتوحي بقرب الابن من أبيه. أعطاك حرية، تالتة إعدادي هي الحرية ممكن ناخدها؟ إذا صور الحرية بشيء مادي أعطاه الله للإنسان. خد معركة الحياة، الحياة هل يمكن إن احنا ناخدها؟ وإن طبعا معنى كلمة خد يعني واجه، إذا صور الحياة بمعركة تخوض. طبعا هذا إن دل على ضرورة أخذ الحياة مأخذ الجد. طيب ركزوا معايا في الجزئية دي، منحك أعطاك، منحك أعطاك، بينهما إيه؟ منحك هي أعطاك، إذن بينهما ترادف. جميل، لقد منحك الخالق. لو قلنا إن إحنا عايزين نستخرج من هنا أداة توكيد، فين؟ اللام وقد، إذا هو أسلوب مؤكد باللام وقد. عقلا نكرة أم معرفة؟ نكرة. والعقل شيء مفيد أم شيء غير مفيد؟ إذا عقلا جاءت نكرة للتعظيم. ننتقل لأسئلة أخرى، فلماذا تتخلى عن هذين السلاحين الماضيين؟ طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم علامة استفهام، ده معناه إيه؟ ده معناه أسلوب استفهام غرضه التعجب والاستنكار، والاستنكار معناه رفض الشيء. الوالد يرفض أن نتخلى عن نعمة العقل ونعمة الحرية. كذلك صور العقل والحرية بسلاحين حادين، لماذا تعطل عقلك وتتنازل عن حريتك؟ كما هو واضح أسلوب استفهام غرضه التعجب والاستنكار. تعطل عقلك، احنا عارفين اللي ممكن يتعطل عندنا العربية، الغسالة. اذا كل اللي يقول تعطل عقلك، فانت هنا صورت العقل بآلة تتوقف عن العمل. كذلك صور الحرية بشيء مادي نتنازل عنه. ريشة تتقاذفها عواصف الحياة، لا تترك نفسك ريشة تتقاذفها عواصف الحياة. إذا صور الشاعر الإنسان الذي يتخلى عن عقله وحريته بالريشة، طبعا والريشة يتلاعب بها الهواء والرياح. نكمل مواطن جمال أخرى، عواصف الحياة ورياح الصدف، صور الصعاب التي تواجهنا في حياتنا بالعواصف والرياح. يعني دايما بنقول انا مرت عليا فتره كانت عامله زي العاصفه، فدايما احنا بنشبه الصعاب في حياتنا بالعواصف والرياح، وده ان دل على قوتها وشدتها. جميل، نكمل.
صياغة أهدافك هي أهدافنا ممكن نصوغها؟ إذا صور الأهداف بذهب يصاغ. خد، أفد، احرص، اجتهد، دافع. لو تلاحظوا دي كلها أساليب أمر غرضها النصح والإرشاد. ممكن يجيلي سؤال في الامتحان ويقول لي عواصف الحياة، فين كلمة عواصف الحياة؟ أهي، ورياح الصدف، عواصف الحياة ورياح الصدف. لما يجي يقول لي في الامتحان ما العلاقة بين الجملتين، محدش يقول لي ترادف ولا تضاد، لكن بينهما إيقاع موسيقي. واحرص على أن يكون اختيارك لعملك على أساس من قدراتك وميولك وقيمة هذا العمل لمجتمعك. ومن واجبي أن أفتح بصيرتك على حقيقة مهمة جدا فيما يخص عملك، وهي أن عصرك الذي تعيش فيه عصر علم وثقافة وتخصص. إذن فلا غنى لك في عملك وإتقانك إياه عن هذا التخصص الدقيق القائم على أساس واسع من ثقافة صحيحة. وهنا دعني أكشف لك سرا خطيرا، وأعني به سر السعادة. السعادة أيها الحبيب في القيام بالعمل الذي تحبه على الوجه الأكمل وبالجهد اللازم. حذاري أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسلان، أو تأتي عن طريق الأعمال السهلة، أو تنبع من الأعمال الروتينية. قبل أن ننتقل إلى شرح الفكرة، دعونا ننتقل إلى لغويتها. جمع أساس، أساسات، أساسيات، أسس. جمع أساس، أسس. معنى كلمة ميول رغبات أم مميزات أم انحراف. ميول وقدراتك من ميول. رغبات أنا أميل إلى ذلك الشيء، معناها أنا أرغب في ذلك الشيء. بصيرة المراد بكلمة بصيرة البصر أم العقل أم النور؟ المراد بكلمة بصيرة العقل. جمع بصيرة، بصير، بصر، بصار. جمع بصيرة بصار وبصائر، بصار وبصائر. تطرق أن تظن أن السعادة تطرق، تدق، تضرب، تطرق أي تدق. تنبع، تنبع الماء، المراد بها هنا تتحقق، تخرج، تصدر. تنبع معناها تخرج، لكن المراد بها في هذه الفكرة تتحقق. ركزوا معي أعزائي الطلاب، كلمة تظن مضاد كلمة تظن، أنا أظن معناها أنا أعتقد. مضاد تظن تتيقن، مضاد كلمة تظن تتيقن. الكسلان، الكسلان مضاد الكسلان النشيط. جمع كلمة الكسلان الكسالى، الكسالى والكسلى. جمع الكسلان الكسالى والكسلى. تنبع قلنا معناها تخرج والمراد بها تتحقق، لكن مضاد كلمة تنبع تجمد، مضاد تنبع تجمد. وبعد ما خلصنا لغويات الفكرة، يلا بينا نتناول شرح الفكرة. ينصح الكاتب ابنه بأن يختار عمله بناء على أسس معينة. ما الأسس؟ أن يكون هذا العمل متوافقا مع قدراته وميوله، وأيضا أن يكون في مجال تخصصه ومفيدا لمجتمعه. ويؤكد له أن العصر الذي يعيش فيه هو عصر علم وثقافة وتخصص، لذلك لابد للإنسان في عمله من التخصص القائم على علم وثقافة صحيحة. ويوضح أيضا لابنه أن السعادة تكمن في القيام بالعمل الذي يحب على الوجه الأكمل وبالجهد اللازم. ثم في نهاية الفقرة يحذر الشاعر ابنه من أن يظن أن السعادة تطرق باب الكسلان أو تتحقق من خلال الأعمال السهلة أو التقليدية. وبذلك أعزائي الطلاب قد انتهينا من شرح هذه الفقرة،
وننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. لاختيار العمل أسس معينة، وضحوا ما هذه الأسس؟ أن يكون عملنا متوافقا مع قدرتنا وميولنا، أن يكون هذا العمل في مجال التخصص، أن يكون العمل مفيدا للمجتمع. وضح خصائص عصرنا الحديث وما نتيجته. هو عصر علم وثقافة وتخصص، ونتيجة ذلك لا غنى للإنسان في عمله عن التخصص القائم على علم وثقافة. كيف عرف الكاتب السعادة؟ السعادة هي القيام بالعمل الذي نحبه على الوجه الأكمل وبالجهد اللازم. مما حذر الكاتب ابنه؟ حذره أن يعتقد أن السعادة تطرق باب الكسلان أو تتحقق من خلال الأعمال السهلة أو التقليدية. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلاب إلى مواطن الجمال الخاصة بهذه الفكرة. واحرص على أن يكون اختيارك لعملك على أساس من قدراتك وميولك. ما الجمال فيه اختيارك لعملك على أساس من قدرات وميولك؟ هو العمل له أساس؟ صور هنا الشاعر العمل ببناء له أساس. طب ما أساس هذا العمل؟ هو القدرات والميول. ننتقل إلى مظهر آخر. أفتح بصيرتك، الجمال فيها هي البصيرة. ممكن نفتحها ونقفلها؟ طبعا لا. إذن صور البصيرة بنافذة تفتح. نكمل مواطن الجمال. التخصص الدقيق القائم على أساس واسع من ثقافة صحيحة. إيه الجمال فيها؟ صور التخصص ببناء. لاحظوا إن الشاعر بيقول التخصص الدقيق القائم على أساس واسع من ثقافة صحيحة. إذن التخصص هو البناء، وما أساس هذا البناء هي الثقافة. نكمل. احرص، دعني، اسلوب امر، غرضهما النصح والارشاد. لاحظوا معي اعزائي الطلاب عندما قال الكاتب فلا غنى لك في عملك واتقانك. لا غنى يعني من المستحيل ان استغني عن هذا الشيء. لا غنى تعبير جميل يؤكد على اهمية التخصص. يؤكد أهمية التخصص. ممتاز. نستكمل باقي مظاهر الجمال. حذاري أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسلان. سلوب أمر، غرضه النصح والإرشاد. تظن أن السعادة تطرق باب الكسلان. هي السعادة بتخبط علينا؟ طبعا مستحيل. إذن صور السعادة بإنسان يطرق بابا. تنبع من الأعمال الروتينية. السعادة تنبع من الأعمال الروتينية. تلت إعدادي، السعادة مش مية عشان تنبع. إذن صور السعادة بماء ينبع. لاحظوا معي كلمة أكشف. ها فكروا أين كلمة أكشف هنا؟ جميل. وأين كلمة سرا؟ ما العلاقة بين أكشف وسرا؟ بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. يوضح المعنى ويؤكده. أيها الحبيب محمد، سارة، أيها الحبيب، هذا أسلوب نداء، نسميه أسلوب نداء. ما الغرض منه؟ الغرض منه التنبيه. الشاعر يجذب انتباه ابنه، وإن دل ذلك دل على حب الكاتب لابنه. من الممكن أن يأتي سؤال في الامتحان ويقول لماذا حذفت أداة النداء؟ حذفت أداة النداء للدلالة على قرب ابنه منه. يقول الكاتب وما كانت الأخلاق ولا يمكن أن تكون مجرد قواعد وأوامر وزواجر، وإنما هي قبل كل شيء
عقيدة وإيمان ونية وموقف، ولا تفهم من كلامي أبدا أن تستهين بالقواعد والأوامر والنواهي، ولكن افهم أن الأعمال بالنيات، وأن الخلق الحسن في سلامة النية وحسن الطوية وطيب المعاملة. حاسب نفسك وانظر في أعمالك وأقوالك، دقق في مواقفك ودوافعك، وقف من هذا كله موقفا موضوعيا لا يقبل التبرير ولا يلتزم التزمت. إن من صميم الأخلاق الفاضلة أن يتطابق قولك وعملك في حدود الاستطاعة البشرية، وأن يتوازن عدلك ورحمتك، وأن يتعاون حقك وواجبك، وأن تتناسق حريتك وحرية الآخرين، وهكذا. وبعد أن انتهينا من قراءة الفكرة نبدأ باللغويات. زواجر ليست مجرد قواعد وأوامر وزواجر. أنا لا أحب الزواجر. زواجر معناها نواه أم موانع أم كلاهما معا. زواجر معناها نواه وموانع أي كلاهما معا. مفرد كلمة زواجر، محدش يكتب زاجرة، مفرد زواجر زاجر. ننتقل إلى لغوية أخرى، تستهين. أنا أستهين بالقواعد. أستهين معناها أستخف. إذن مضاد كلمة تستهين، تهتم أم تزيد أم تعطي. تستهين مضادها تهتم. ننتقل إلى لغوية أخرى، الطوية، في سلامة النية وحسن الطوية. الخفايا أم الضمير أم الأسرار. معنى كلمة الطوية الضمير. ننتقل إلى لغوية أخرى، الطوية جمعها الطوية، الطوي أم الطوايا. جمع الطوية الطوايا. التزمت، احنا بنقول ده شخص متزمت بفكرة معينة. إذا معنى كلمة التزمت التشدد والتعصب. طيب مضاد التزمت التعصب أم التساهل أم التعليل؟ التساهل. صميم، إن من صميم الأخلاق الفاضلة. المراد بكلمة صميم في الدرس هنا أصل أم جوهر أم منبع؟ المراد بكلمة صميم أصل. يتوازن، يتوازن، هناك توازن أي هناك تعادل. مضاد يتوازن ينحرف يختل يخرج. مضاد يتوازن يختل. ننتقل إلى شرح الفكرة. في هذه الفكرة يؤكد الكاتب على أن الأخلاق هي ليست مجرد قواعد وأوامر ونواه فقط، ولكن الأخلاق هي عقيدة عند الشخص وإيمان وله نية وموقف، ومع ذلك علينا الالتزام بالقواعد والأوامر والنواهي. وقد حدد الكاتب الخلق الحسن في عدة أشياء، أولا سلامة النية، بعد ذلك الضمير الحي الذي يمنع صاحبه من ارتكاب الأخطاء ويحاسبه دائما على أقواله وأفعاله، حسن التعامل مع الآخرين، الالتزام بالحيادية في كل المواقف والاعتراف بالأخطاء وعدم البحث عن تبرير له، عدم التشدد، تطابق القول مع العمل، تطبيق العدل مع الأخذ بمبدأ الرحمة، ممارسة الحقوق مع الالتزام بالواجبات نحو الآخرين، عدم تعدي الحرية الشخصية على حرية الآخرين. ننتقل أعزائي إلى أسئلة الفقرة. ما رؤية الكاتب في مفهوم الأخلاق؟ كيف يرى الكاتب الأخلاق؟ الأخلاق عند الكاتب ليست مجموعة موانع وقواعد وأوامر فقط، لكن هي عقيدة وإيمان ونية. يعني الأخلاق تكون نابعة من إيمان بداخلنا، نابعة من عقيدة نحن متمسكين بها مع الالتزام بالقواعد والأوامر والنواهي. الكاتب عايز يقول إن إحنا الأخلاق بالنسبة لنا نية وعقيدة مع برضو الإيه؟ مع الالتزام بالقواعد والأوامر اللي بيحطها لنا المجتمع أو القانون. حاجة تانية، فيما يتمثل الخلق الحسن بالنسبة للكاتب، يتمثل فيه 1 سلامة النية،
اتنين، الالتزام بالحيادية في كل المواقف، يكون الشخص حيادي. تلاتة، البعد عن التعصب. أربعة، مطابقة الأقوال مع الأفعال. خمسة، تطبيق العدل. ستة، ضمير حي في منتهى الأهمية يحاسب صاحبه. سبعة، ممارسة الحقوق مع الالتزام بالواجبات. تمانية، حسن معاملة الآخرين. تسعة، عدم تعدي الحرية الشخصية على حرية الآخرين. ننتقل بعد ذلك إلى مواطن الجمال الخاصة بهذه الفكرة. يقول الكاتب: لا تفهم، ولا تفهم من كلامي، لا تفهم أسلوب نهي غرضه التحذير والاحتراس. أنا عايز أقول لكم على حاجة، تلت إعدادي أول أسلوب نهي قابلنا يكون غرضه التحذير والاحتراس في الدرس كله. طيب بصوا كده معايا، أوامر وزواجر. أوامر زواجر، بأمرك بحاجة بنهيك عن حاجة، بينهم تضاد، بينهما تضاد. ما قيمة التضاد؟ يوضح المعنى ويؤكده. إنما هي قبل كل شيء عقيدة وإيمان. لو قلت لكم استخرجوا أداة توكيد، أين؟ إنما. بنسمي هذا الأسلوب أسلوب توكيد، وسيلته إنما. لاحظوا الجملة دي: وما كانت الأخلاق ولا يمكن أن تكون، إنما هي قبل كل شيء. دي في اللغة العربية بنسميها جملة اعتراضية. ننتقل لموطن جمال آخر: أن الأعمال بالنيات. أن الأعمال بالنيات أسلوب مؤكد بأن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه دلت على تأثر الكاتب بثقافته الدينية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نستكمل مواطن الجمال. الخلق الحسن في سلامة النية. يعني أنا يوم ما تكون نيتي سليمة، ده معناه هيكون دليل على وجود خلق حسن. إذن إيه الجمال فيها؟ تعبير يوضح أن سلامة النية شرط كي يقبل الله أعمالنا. موطن آخر: أن يتطابق قولك وعملك. إيه الجمال فيها؟ تعبير يدل على ضرورة التطابق بين القول والعمل. لاحظوا معي أعزائي الطلاب، عندما نقول سلامة النية حسن الطوية، سلامة النية حسن الطوية، بينهما تناغم موسيقي. تناغم موسيقي، جميل. نستكمل مواطن الجمال: أن يتوازن عدلك ورحمتك. يتوازن يعني بنتكلم عن ميزان، هو العدل والرحمة فيهم ميزان. إذن تصوير العدل والرحمة بكفتي ميزان متساويتين. المظهر الآخر: أن يتعاون حقك وواجبك. احنا عارفين الإنسان بيتعاون، لكن الحق يتعاون مع الواجب. إذن صور الحق والواجب بشخصين متعاونين. عندما نقول افهم، حاسب، انظر، دقق، قف، كل هذه أساليب أمر غرضها النصح والإرشاد. ركزوا معي أعزائي الطلاب في جملة لا يقبل التبرير. لا يقبل التبرير، نضع تحتها خطا، ولا يلتزم التزمت. لا يقبل التبرير ولا يلتزم التزمت. لا ولا، تكرار النفي هنا أفاد التوكيد. شيء آخر: لا يقبل التبرير لا يلتزم التزمت، بينهما إيقاع موسيقي. إذن النفي التوكيد وبينهما إيقاع موسيقي. شيء آخر: إن من صميم الأخلاق الفاضلة. إن من صميم الأخلاق الفاضلة، أسلوب مؤكد بإن. أسلوب مؤكد بإن. لماذا وصف الكاتب الأخلاق بالفاضلة؟ ليحدد نوع الأخلاق التي يتحدث عنها الكاتب. شيء آخر: حقك واجبك. حقك واجبك، نضع تحتها خطا. بين الحق والواجب تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. تضاد يؤكد المعنى
ويوضحه. وبكده أعزائي نكون انتهينا من درس رسالة إلى ابني، وألقاكم في درس جديد.